عالمي. انا في مدينه 6 اكتوبر جايه كده اعمل انترفيو فاشوف مين. اشوف حبيبي هاني العقاد اهم ستايلست في مصر، وبعد كده اقابل حبيب عمري المخرج حسن عيسى اللي مصورنا. هاي نورتني. اعمل كده شوف حركتك. انا سعيده جدا اني موجوده بين اصدقائي وحبايبي، وبفكر جدا اجي هنا 6 اكتوبر ان شاء الله. لازم تبقى جارتي. لازم ما استغناش عنك ان شاء الله. وانا ما استغناش عنك اكيد. اهم ستايلست وذوق كده. انا باين معاكم على فكره في المرايه. طب حلو خلاص، يعني كده جمعنا الثلاثه. حلو كده جدا، تورفتوني ونورتوني حبيبي. انت بتاعك حلو قوي. شقه حلوه قوي. تسلموا، نورتوني بجد. يعني استغلال النموذجي. انا سوري هبلغ لكم انه هو طبعا مش موظفها ده لاستقبال الضيوف، بس حلوه. ونرجع لموضوع تاني. حتى بص، حتى دخول الحمامات وكده والاوض النوم عنده شيك. شفت الجنينه؟ صورت الجنينه حسونه عبقريه. واو عبقريه عبقريه. الف مبروك يا هاني. الله يبارك فيك يا حبيبتي. ان شاء الله يا رب كده قدمنا يبقى قدم السعد يا رب. يجينا شغل حلو ان شاء الله. الجنينه دي تحفه. اي لافت. وفكره دول حلوين قوي. عمري ما انا يخطر على بالي كده اني اشيل ضلفه واحط عليها كل ده. عالم تاني لوحدك. لا جات لي الفكره دي كده. رائعه رائعه. برافو. حبيبتي نورتيني. شكرا حبيبتي.